قضية أخرى من في المسائل اللي طرحت في قصة شعيب، قول الله سبحانه وتعالى لما قال لهم شعيب: ويا قومي أوفوا الكيل والميزان، المكيال، وفي محل قال الكيل مش هيك، المكيال والميزان بالقسط. سبق قلنا شو القسط والفرق بينه وبين العدل، بالقسط. لحظة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير. لحظة: بقية الله، هاي بدي أركز عليها الآن، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لأن احنا بدنا نركز على العبارات اللي ممكن تلتبس. بقية الله خير لكم. ايش البقية؟ ايش البقية؟ بقية الله، لاحظوا، بقية الله هي بقية. اذا بتلاحظوا وردت في القرآن الكريم اولا في قوله تعالى: ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. لا، بقية، كنا نشوف شو بقية. ومين بيجيب الآية الثانية أو الثالثة يعني؟ لا، هذيك البقيات، احنا بدنا البقية، بقية. فلولا كان، أيوة، فلولا، فلولا بالفاء، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. شو بيعملوا؟ أولو بقية ينهون عن الفساد، أولو بقية ينهون عن الفساد، هذه البقية، بقية الله خير لكم. طيب الآن خلينا نركز شوية على بقية. قبل هيك هاي بعضكم شو قال؟ الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية ثانية إيش؟ وخير مردا، مرجع، مرد، خير أمل وخير مرد. إيش الباقيات الصالحات؟ بعض العلماء بيقول هي الصلوات الخمس، بعض العلماء بيقول اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحقيقة دققوا معي هنا، هو الباقيات الصالحات هو كل عمل صالح يبقى، وراح نتحدث في بقائين. بقاء قديش معنا يا أعمال؟ بقائين، بقاء دنيوي أخروي، لأنه البقاء ضد إيش؟ الزوال، الزوال ضد الزوال، البقاء ضد الزوال. في إشي بزول. لاحظوا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب طيب، ما هذا كله مروح، ما هذا كله مروح. والباقيات الصالحات، إيش الباقيات الصالحات؟ هذه عامة في كل الأعمال الصالحة اللي بتبقى، تبقى إيش؟ في الدنيا أو في الآخرة، تمام؟ والباقيات الصالحات. ولكن ولكن يبدو على رأس الباقيات الصالحات، كيف لما أقول فلان الرجل فلان، شو يعني الرجل فلان؟ مش معناته ما فيش رجال إلا هو، هذا ما من يتوفر فيه إيش؟ صفات الرجولة الكاملة، في غيره بس هذا. طيب، ولذلك ورد في موضوع التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد أحاديث كثيرة، في حتى في منها ضعيف وكذا، ولكن كله على بعضه وحسن وإشي، لكن واضح إنه صح في المسألة. إنه هاي إيش؟ في حديثين أو صيغتين: هن من الباقيات الصالحات، أو هن الباقيات الصالحات، هن من، أو هن، يعني إذا في إشي بيبقى هذول. يبدو على فكرة منقصر كثير إحنا في هذه المسألة،
كثرة تكرار هذول، هذول على فكرة منجيات وباقيات صالحات ومنجيات. على رأس الأعمال الصالحة، ما هي على فكرة يبدو اللي بيكررهن، اللي بيكررهن تصنع نفسه، تصنع 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 حتى بتصير الأعمال تصدر عنه. فهذا سر، ديروا بالكم احرصوا عليها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المهم، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أيوة منهن بشك. تكرارها على ما يبدو تكرارها بيصنع النفس، فيبقى أثرها دنيوي وبتصير لأنه النفس أسرار، كيف بدها تصنع النفس؟ كيف اللي بيكرر الباطل بيكرر الباطل بيكرر الباطل في الأخير بصير كل حياته باطل؟ أه؟ ونفس الشيء على فكرة يبدو أنه مش بس أعمال بتعملها وأقوال بتقولها بتصنعك، أعمال بتعملها بتتكررها في الصالحات بتصنعك وأقوال بتقولها. فإذا في باقيات صالحات، كيف لما بقول فلان الرجل، مش معناته بس هو، مش معناته بس هو، الباقيات صالحات كل عمل صالح، كل عمل صالح. ولكن ركزوا على هذا، على هذا التسبيح بين التسابيح والأذكار على رأسها، هذا اللي إيش يبدو بأثر ويبقى في النفس ويؤثر فيها ويوم القيامة يكون منجي، منجي. طيب إذا مش معناته نيجي نفسر الباقيات صالحة فقط هذا، لا لا، هي عامة في كل عمل صالح يبقى. الآن لاحظوا الصالحات تبقى دنيويا أخرويا، وين أبو جهل وأبو لهب؟ وين أثارهم؟ وين أثارهم في الدنيا؟ وأثار عمر الخطاب وين؟ موجود. أبو بكر موجود، أبو هريرة موجود، تمام؟ يبقى دنيوي أخروي. فبقول لهم بقية الله، إذا ما لاحظها، لأنه كل عمل صالح، وعلى فكرة صار يستخدم في اللغة البقية للشيء النفيس، لأنه الناس دائما تستبقي عندها إيش؟ ما هو نفيس وبتتبرع بغيره، تستبقي ما هو نفيس وسهل تفرط في غيره. فالشيء النفيس بقية الله، لأنه يعني بدي أقول لهم كل شيء زائل، أنتوا ركزوا على اللي بيبقى، وهذا اللي بيبقى فضل من الله، لأنه الله سبحانه وتعالى لحظة فضل من الله، هو يبقى دنيوي وأخروي. دنيوي لذلك دعوات الباطل على فكرة هي ممكن تنتصر في لحظات، لكن إذا بتلاحظوا في النهاية بتزول. الشيوعية 1917-1996 1917-1990 كان كل شيء مروح، كل شيء مروح. قديش كان لهم سلطة وسطوة وصوت في كل البلاد، وينهم؟ وينهم؟ أنا شايف في منهم في المساجد كثير. آه، وكانوا قال يعني بقول لك شوف وين اللي بيعرف وين الناس قبل 50 سنة وين اليوم، خصوصا في الاعتقاد والإيمان. بقية الله الذي يبقيه الله في دنيا أخرى، لذلك أنتم تتمسكوا في الزائل، كأنه بدي أقول لهم أنتم بتبيعوا دينكم بالزائل، بالزائل. بقية الله، إذا الشيء هذا الذي يبقى أثره دنيويا ويبقى أثره أخروي، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا إذا ما كانش قائم على إيمان هذا الكلام ما له قيمة. إيش يعني بقية وما فيش إيمان؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن، فبالتالي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وأنا بقولها برضو، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.